بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الآن نفسر معا بقوة الله بإرشاد منه تعالى من سفر الرؤيا الفصل الأول الآية التاسعة. يعني خلينا نسمي هاي اللقاءات مش مجرد هي ليست محاضرة، هي ندوة، هي سهرة إنجيلية، سهرة مع المسيح. تذكروا السيد المسيح في بستان الزيتون سؤال لتلاميذه، اسهروا وصلوا، ألم تستطيعوا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ يا ريت إنه كل الشعب المسيحي يعاود يكتشف جمال كلمة الله، وزي ما بقول مزمور يا رب إني أحببت جمال بيتك، فكمان جمال كلمة ربنا. التأمل في هاي الكلمة تفسيرها زي ما قال السيد المسيح إن الكلام الذي كلمتكم به روح وحياة، وإحنا إيش بنلاقي اليوم؟ مادة وموت، حتى الحب صار إيش؟ صار يبرد. ليه؟ لما ما فيش روح الله. فحلو إنه زي ما كان في مقال في صحيفة القدس مبارح إنه مجهود صغير ولكن متعة كبيرة وفائدة كبيرة من كلام ربنا. تفضل دكتور. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. نعم، نقول أنا يوحنا أخوكم. طيب يوحنا نقدر نعده رائي، نقدر نعده في المعنى الواسع نبي، نبي يعني ينقل كلام الله. إحنا المسيحيين شعب، ملوك، كهنة، أنبياء. أنبياء يعني ننقل كلمة ربنا ونبشر بمعجزاته. لما بقول القديس بطرس هو الذي نقلنا من الظلمات، شوف الظلمات كيف برا ما بتشوف إشي، الظلمات إلى ضياء نوره المعجز. أنا يوحنا أخوكم، أخوكم مش بس في الكهنوت وفي الملك وفي النبوة، أخوكم في الضيق. معناه سفر الرؤيا كتب في زمان الاضطهاد. أحد كهنة بيت لحم الفرنسيسكان كان يقول إذا الكنيسة غير مضطهدة بطلت كنيسة، زي ما السيد المسيح قال ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا عبد أفضل من سيده. إذن الضيق، الكلمة اليونانية إثليبسيس يعني الضيق الذي يضغط على الإنسان، هاي هي الإثليبسيس باليوناني. وبقول يبدو لأول والا أنه عنا أشياء اللي هي إشيين مع بعض، هم الضيقة من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. نعم، إذا وفي ملكوت يسوع المسيح. في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح، الضيق وفي الملكوت، ملكوت يسوع هو وسط الضيق. معناه يسوع كان ملك على الصليب، وبيلاطس لما قعد يتفلسف، أو زي ما بقوله بالسحوري لما قعد يتمكلس، قعد يتمكلس صح؟ يسوع الناصري ملك اليهود هو يتمسخر، هذا هو الواقع. الضيق في الملك والملك في الضيق، زي ما كمان بنقول إنه الصديق وقت الضيق. في إذن الجزيرة التي تدعى بطمس. الجزيرة وين هاي بطمس؟ هاي
جزيرة تجاه شاطئ البحر، طبعا البحر المتوسط، عند مدينة أفسس. أفسس اليوم في تركيا، وكانت أفسس في تركيا، وكانت هاي منفى. يعني الرومان الوثنيين طبعا اللي مش راضيين عنه، اللي زعلانين عليه، ينفوا وين؟ على بطمس. على بطمس، معنى القديس. نعم، إذا القديس يوحنا هي منفي على وين؟ على بطمس، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه. قول كنت في بطمس بسبب كلمة الله. كلمة الله و من أجل شهادة يسوع المسيح. شهادة يسوع يعني الشهادة ليسوع. مارتريا يسوع، الشهادة يسوع. بتلاحظوا دائما الله المسيح، الله المسيح، وبعدين يا الأفعال يا الصفات يا الأسماء تيجي بالمفرد بعد كثير مرة. طيب، كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. يوم الرب، كيرياكي إيميرا. هلا في ناس بقول لك طبعا عادة شو كيرياكي، اسألوها اليوم في اليونان شو كيرياكي، يوم الأحد، من كيريوس الرب، يوم الرب. في عنا عائلات سريانية كم تسمعنا بار كيرياكوس أو كيرياكو، اليوناني يعني الاسم يوناني يعني السيدي، السيدي الرباني. إذن اليوم الرباني. هل بعدين صارت كيرياكي باليوناني، جيراجي بالأرمني، جيراجي بالأرمني من اليوناني. هلأ هون في مثلا السبتيين بيقولوا لا، هاي مش معناها يوم الرب يوم الأحد، بل في أحد أيام الرب. يعني كل الأيام هي لمين؟ للرب. طيب إذا هو يوم زي باقي الأيام، لإيش يقول يوم رباني؟ ما إلهاش معنى. إذا بقوله بالسوري لا فقاهة ولا مازية، لا يعني ما إلهاش معنى يقول يوم الرب وهو يقصد إيش؟ يوم عادي. تذكروا كيف بالإنجليزي بقول مثلاً هلأ 2012، شو بقولوا بالإنجليزي بعدها؟ A نقطة D. A D. A D يعني أنو دوميني، يعني من سنوات السيدية، من سنوات الرب، يعني من وقت ميلاد السيد الرب. طبعاً زي بقول بالليتورجية في الجسد، هاي لها معنى تقول AD يعني احنا سنة 2012 من سنوات الرب، السنوات السيدية. فلابد انه هاي الصفة لها ايه؟ لها معنى ولا بدون معنى؟ اكيد لها معنى. كيرياكي إيميرا يعني يوم الرب. هنا نصطدم بمشكلة طبعا هي بسيطة مع بعض الفئات المنشقة طبعا الأمريكية، اللي بتقول لك إنه يسوع. هلا في عنا اتجاهين في أمريكا، زي ما بعرف الأخ اللي دائما ساعدنا في تصوير هاي اللقاءات، في كتير بشر لما بيهاجموا الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية نفس الوقت. كيف؟ الكنائس الرسولية. نعم، لما بيهاجموا الكنائس الرسولية اللي هم بسموها تقليدية، بتلاقيهم بعدين بشددوا على يوم السبت. إذن حصل في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا اتجاه سبتي يشدد على إيه؟ يوم السبت. على يوم السبت. واتجاه تاني مثلا عند شوديا، ويقول لك المسيح ألغى الوصية الرابعة، ألغى الوصية اللي احفظ يوم السبت لتقدسه، أذكر يوم السبت لتقدسه. وبقول لك بما أنه يسوع ألغى وصية، معناه يسوع ألغى كل الوصايا، معناه إحنا المسيحيين لسنا تحت الوصايا العشر.
بكتاب يمكنكم أن تحيوا في الفردوس إلى الأبد على الأرض، وزن صفحة 131 هذيك المنطقة. هل ألغى يسوع الوصية؟ لا لا، يسوع غير اليوم. بدال ما يكون يوم الرب السبت من فعل شبات لشبوت يعني استراحة، صار اليوم يوم الأحد اللي هو بداية الأسبوع الجديد، اللي هو اليوم الأول بنفس الوقت اليوم الثامن اللي هو يوم قيامة يسوع من بيته. يسوع لم يلغي الوصية بل غير اليوم، فهذا كمان مهم جدا. تفضل دكتور. بالروسي أقول يوم الأحد فسكر السيني. أيوة. الترجمة تاعتها القيامة. القيامة. يعني يوم الأحد معناها القيامة. القيامة. بالروسي. كتير حلو. هذا إشي ممتاز. نعم. بالصيام أبونا الواحد يصوم يوم أحد كمان. هلا في الكنيسة اللاتينية أو الغربية ما فيش صيام يوم الأحد. في الكنيسة الأرثوذكسية حسب علمي في صوم يوم الأحد، زي ما قال لي صاحبي هذاك المطران، قال لي لخمة ما بنزل في تنظرة لا يوم الخد، خد العيد، خد العيد يعني حد العيد. فلما قال خد فكرت عن خد عيد الحب. تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. طبعا البوق للمناسبات المهمة، ويمكن تتذكروا كلمة يوبيل. تعرف كلمة يوبيل؟ يوبيل هاي من العبري. وشو أساس كلمة يوفيل؟ مش معناها احتفال بمناسبة 50 سنة أو شيء، هي أساسها يوفيل يعني قرن الـ شو بسموه البوق الماعز اللي بعدين صار بوق. إذن هي في الأساس إيش؟ قرن. مش تقول لي إنه صرنا مقرنين، لا قرن. عفوا هاي بدنا نحكي فرنساوي. اذا قرن الايه ماعز. الماعز ايوه اللي بعدين كانوا ياخذوه ويعملوا منه بوق. البوق يوفيل، فصار بهالمناسبه ينفخوا في البوق، المزامير انفخوا في البوق عند رقص الشهر. يعني كل بدايه شهر كانت عيد عند الكنعانيين، يسموه نيوميني. نيوميني يعني القمر الجديد. القمر الجديد. تفضل. قائلا انا هو الالف والياء الاول والاخر. طبعا مش ممكن غير الله يكون الاول والاخر، وراح نجد انه السيد المسيح هو راح يحكي هذا الكلام عن نفسه. نعم. والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى السبعة الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاودوكيا. هلا أفسس هي أكبر المدن، كلها أكثرها في تركيا، أكبر المدن، ووقتها في القرن الميلادي الأول كان يسكنها نحو 250,000 نسمة. بتشوف عظمتها حتى وهي أثار. بتشوف العظمة في أفسس رحتها يعني. نعم. بتشوف عظمتها إشي فظيع يعني، البنى والحجر اللي فيها اللي طبعاً له 2000 سنة أو أكثر، بتشوف كأنه سوى اليوم يعني، إشي فظيع. طبعاً كله أثار مش مهدم، بس بتشوف عظمة تلمسها. نعم. في مدينة جديدة ولا بس؟ لا لا، هي مدينة قديمة، هي طبعا ما فيش حواليها. الحين في الجهة على ما اعتقد الجهة الشرقية في كنيسة مهدومة، هاي اسمها كنيسة القديس يوحنا. يبدو انه برضو السيدة العذراء كانت في أفسس، فهاي كانت مع التلميذ يوحنا. وهناك بلد كنيسة في الجهة الشرقية من البلدة، هي بلد القديمة اسمها كنيسة القديس يوحنا. يعني المدينة مهمشة أثار. أثار 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 أثار. نعم.
وطبعا بيجوا سواح وفي تكاكين بيبيعوا اشياء فيها صور وهيك شغلات زي ما عندنا بالسوفينيرز والسوفينيرز. الطريق لها طريق صعبة، طريق ضيقة، مش طريق سهلة. يعني اذا بدك تروح انت من الساحل من ميناء يعني حتى تروح بدك حوالي 30 كيلو، والطريق ضيقة ومش مريحة كثير، كلها مزروعة تين على فكرة، اشجار تين. نعم كيف؟ يعني لا 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 بتروح بسيارة السيارة. بس الطريق مش مريحة يعني، مش طريق واسع، طريق ضيق بتخوف يعني. أثار بيزنطية بالتأكيد. يعني إغريقية يعني، التماثيل والحجار والعمدان في منتهى الروعة. هذا الكوتين العظيم اللي من هنا، من هنا بالضبط. الأخت أم الأمير مش معنا سرعة مقاطعة. عفوا عندي هون مش مكتوب في الآية 11 مش مكتوب أنا الألف والياء في الكتاب، مش أنا قرأت أنا الألف والياء. نعم أكتب ما ضربه في الكتاب، أنا مش مكتوب قائلة هذا التفسير. طيب من أي آية عفوا؟ آية 11 على طول الكاتب يقول أكتب ما ضربه في كتاب وأرسله إلى الكنائس السبع أفسس والله بس. اه معناته انه هاي الكلمات مش موجوده في اقدم المخطوطات. نعم بنرجع لهذا السؤال. كيف يعني ما هو في مخطوطات هاي يعني انا الانجيل اللي عندي في البيت مكتوب انا الالف والياء زي الانجيل اللي مع المخطوط. هذا الانجيل هو طبعه قديمه جدا قبل يعني قديم اللي زي هيك. هذا قبل عهد. لا انا عندي مش زي هيك الكبير بس مكتوب، هذا نفس الكلام المكتوب. لا لا في انا الالف والياء بس محل ثاني. لا هون. في رؤيه يوحنا اللاهوت لاني انا بقرا فيها لفتره بعرف. مكتوبه ابونا في بس مش بهذا المكان. يعني مين عنده طبعه كاثوليكيه هون او طبعه المسكوني؟ لا هاي نفس الشيء. طبعه عندك ايش موجود؟ ما في معنى هاي. هلا هاي ايات موجودة في مكان آخر. مين؟ المخطوطات طبعاً بيكون أحد النساخين متذكرها فبيكون إيش؟ كتبها. أما ما إمتى بنعرف؟ نعرف من مقابلة المخطوطات. إذن علم المخطوطات على فكرة ما صارلوش أكثر من 60-70 سنة أو 100 سنة يعني أقصى حد. فالطبعات هاي طبعاً هي ترجمة فان دايك هاي من يمكن 1700-1800 كانت سابقة لعصر إيش العلم اللي هو نقد النص. شو يعني نقد النص؟ يعني هاي الآية مثلاً أو هدول الكلمتين طيب هاي هم مش موجودين، موجودين هون مش موجودين هناك. ليش؟ لأنه عندي شايفين هاي طبعة علمية. كيف الطبعة العلمية؟ هاي النص هون وتحت ايش فيه؟ إذا في اختلافات بسيطة في المخطوطات. عادة اختلافات المخطوطات ايش بتكون؟ زي كيف بالعربي عنا؟ الترجمة يعني بختلف أو لا وانت إنه نفس الكلمة بس في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة ما هي نفس الكلمة. سويت كتابي كابونه موجود عندنا. أيوة ما هو هدول البشر اللي نسخوا. مش زي اليوم مثلا هاي الصفحة أنا بطبعها على الكمبيوتر بقدر أعمل منها مليون صفحة زي اللي أنا طبعته ولا لا. قبل كيف كانوا ينسخوا؟ باليد. فباليد يمكن بدل ما أحط لام حطيت راء وهكذا. فالطريقة العلمية شو هي؟ إنه أي كلمة زائدة. شو يعني زائدة؟ يعني مش موجودة في المخطوطات القديمة علميا. اليوم شو صاروا يعملوا؟ صاروا يحذفوها. حط لك ملاحظة انه في المخطوطات القديمة هاي الكلمة مش موجودة. هلأ السؤال هل معناه هاي الكلمة او هاي الجملة او هذا القسم من الجملة بده يروح يضيع؟ عادة ايش بكون موجود وين؟ في المخطوطة الأصلية في محل آخر من الكتاب المقدس. منيح أبونا بس مثلاً لما أنا بقرأ إشي مكتوب هون هذيك عندها إنجيل غيره يعني بيصير تشتت بين المسيحية أنو الصح وأنو الغلط.
في النهايه. عشان هيك مثلا المتجددين شو دياه بس اقول بدهم اياه وبقنعوا هالشباب وبقنعوا هالصبايا وبيجذبوا كثير من الناس. هذا اللي بيصير. صفة غير الموضوع. لا نفس الموضوع بقول لك ما هي الانجيل مش موجود فيه اللي انتم بتقولوا فيه. هلا الانجيل عفوا اذا شكرا خليني اجاوب على الشيء وبعدين بنكمل التفسير. او يمكن كان لازم اجاوب بعدين بس لا خلص خليها وهي حاميه القصه عفوا بالضبط. هلا هل السؤال هل الله او الكتاب المقدس او الكنيسه بخافوا من العلم ومن الحقيقه؟ لا لا. اذا بيثبت اذا ثبت على فكره هلا كل هاي الامور خلص صارت معروفه فيش هلا مفاجات جديده لانه عندنا لا التوراه والانجيل عندنا ما لا يقل عن 24,000 مخطوطه. هذا غير الترجمات معناه النص نقدر نقول انه اكيد بين ايدينا الان بنسبه 100%. خلينا نشوف شو الاختلافات. الاختلافات مش بيقارنوا بالمخطوطات، قبل ما كانوش يقارنوا بالمخطوطات، اليوم بيقدروا يفحصوا عن طريق كربون 14 الحبر مثلا، الحبر الكتابة الخط الأحرف بيقدروا اليوم يعرفوا من أي قرن وحتى من أي سنة المخطوطة الفلانية. هلا شو اللي بيحصل زي في هاي الحالة؟ بيحصل إنه في آية مذكورة في مكان لاحق، اللي بنسخ ذكرها، فشو بيعمل؟ هو بزيدها من عنده. هلا كيف احنا بنكتشف انه زيادة من عنده؟ لانه مش موجودة في اقدم المخطوطات. وقتها شو بنعمل؟ بنحط ملحوظة بنقول هاي مش موجودة في اقدم المخطوطات في هذا المكان، ولكن الاشي اللي بيطمن انه ما وردت انا الالف والياء هون. اني آية؟ 11 بس وردت في مكان ثاني، اذا ما فيش اشي بيضيع. شايفين كيف؟ هذا الحلو. انا من رايي انه مش مهم الكلمات انه بتتغيروا، لانه المعنى واضح موجود واحنا عارفينه، يعني المعنى هو اللي احنا بندور عليه بده يدلنا على الطريق الصحيح. هو برضه بدنا نص تغيير الكلمات. لا هذا بسموه ثبوتيه النص. بحط كمان اطمنكم انه فيش كتاب له ثبوتيه، يعني نصه ثابت زي الكتاب المقدس. مثلا بتسمعوا عن ارسطو، بتسمعوا عن يوريبيدس الكاتب المسرحيه المأساوي الاغريقي، احذروا امتى هدول الكتابات اللي منسوبه لهم المخطوطات اللي عندنا تعود الى 100 سنه او 200 سنه او 300 سنه بعد وفاه. الكتاب الوحيد الموثق أكثر إشي في العالم القديم، طبعاً بديش أحكي عن القرآن والإسلام ملناش دعوة فيه، أكثر كتاب موثق في العالم القديم خلينا نقول حتى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد هو إيش؟ الكتاب المقدس. اليهود مثلاً على علاتهم، هذول اليهود اللي مجننين الدنيا، بسبب انكبابهم على الكتاب المقدس ونسخه بدقة ما فيش زيها، قدرنا نحصل على نص أكيد بنسبة 100%. مثلا حتى مثلا بعد ما ينسخ فصل شو بقول لك؟ بقول لك هذا الفصل يحوي 40 مرة هذا الحرف، 50 مرة هذا الحرف، 60 مرة هذا الحرف، يعني بالكلمة وبالحرف. فهلا شو الخدعة تبعت شهود ياهو زي ما تفضلت هون الأخت؟ الخدعة أول شيء عند إخوتنا المتجددين والحق يقال يعني، أو إخوتنا البروتستانت، ما فيش تلاعب في المخطوطات. مظبوط. في المخطوطات فيش تلاعب، خصوصا عند إخواننا اللوثريين الأنجليكان، أنه عندهم علماء في الكتاب المقدس.
العلماء هدول العالم مش ضروري حتى يكون مسيحي، لأنه هذا علم إيش؟ مخطوطة، هاي مخطوطة قديمة، هاي مخطوطة أقل قدما. أحيانا في بس كلمة واحدة أو كلمات قليلة بغيروها في الترجمة العربية أو الإنجليزية، لما حكيت مبارح في الكرزة كلمة بارادوسيس التقليد في ترجمة فان دايك، لما بتحكي عن تقاليد يهودية بخلوها تقاليد، لما بتحكي عن تقاليد مسيحية رسولية بغيروها وإيش بحطوا بدالها؟ تعاليم، لأنهم برفضوا تقليد الكنيسة. أهلاً أهلاً وسهلاً. يعني لما إحنا بدنا نيجي نثبت لهم إنه في تقليد للكنيسة، تفتحي الكتاب المقدس تبعهم العهد الجديد بتلاقوش كلمة تقليد، مش لأنه ما فيش كلمة تقليد، بل لأنه هم إيش غيروها إلى تعليم. أما بالنسبة لشهود يهوه فعندهم تحريف بشكل منهجي، بشكل منهجي، خصوصا ما يخص اليهود والمال، ألوهية المسيح، المجد المسيح، السجود للمسيح، كلها. يعني بقدر الواحد يعرف تحريفاتهم من الأشياء اللي هم بينكروها. شو العقيدة اللي بينكروها؟ أنا هيك عملت كتابي، شو الأشياء اللي هم العقائد اللي هم بينكروها؟ طب هاي موجودة في الكتاب المقدس. بدل ما يغير موقفه، شو بغير؟ بغير ترجمته للنص. ويمكن في ناس مبارح استغربوا، أو إنه كنت أحكي عن المرض، مش هيك؟ فجأة صرت أحكي عن مرض الروح، مرض القلب، مرض المخ، وبعدين جبت هالمثال. ليش؟ لأنه العمر قصير، بأخذ زيادة من وقتكم الثمين 3 دقائق وبطلع من خطيتكم، مش هيك أبو الخوري؟ معلش أنت بتتضايق شوي، زي لما تأخذ إبرة أو تأخذ دواء مر تتضايق شوي، بس بتستفيد. شو استفدنا مبارح؟ هون رعية اللاتين الموقرة، شو استفادت مبارح من تقل الدم تبعي؟ استفادت، أخذنا 3 دقائق زيادة من وقتكم الثمين، استفدنا إنه شهود يهوه حركة يهودية تطبطب على اليهود حتى بترجمتها للكتاب المقدس. تسالونيك الأولى فصل 2 آية 14 و15، وشفنا كمان إشي خطير إنه الترجمات البروتستانتية مع الأسف الشديد تحافظ على التقاليد اليهودية بارادوسيس وترفض التقاليد الكنسية الرسولية. من له أذنان سامعتان فليسمع. على فكرة برضو اسمحوا لي باسمنا جميعا حي أم الأمير وأبو الأمير، وإحنا دائما قلبنا معكم، مش بس بمناسبة مرور 3 سنوات على وفاة نجلكم وحبيبنا جميعا أمير، الله يعطيكم من بعد طول. تفضل. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 منابر من ذهب، وفي وسط 7 المنابر شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين. شبه ابن إنسان؟ طيب ليش شبه مش ابن إنسان؟ بذكرنا لأنه كائن خصوصي يذكرنا، هو في الواقع استشهاد بدانيال 7:13. على فكرة مش هاي آية 13؟ مش هاي آية 13؟ نعم. وكمان دانيال 7:13، ورأيت في رؤى الليل فإذا بشبه ابن إنسان آتيا على سحاب السماء. بالعربي كبار إناش، كبار إناس. إذن زي ما تفضلت برضه هون الأخت، إنه هو إنسان في الطبيعة الإلهية، ولكن في كمان سمو في الطبيعة الإنسانية، وفي سمو على الطبيعة الإنسانية. ما بقدرش أقول عنه بس إنسان، مع إنه يسوع عمره ما كان يتردد إنه شو يسمي نفسه؟
ابن الإنسان ابن البشر، أتريت ابن الإنسان ابن البشر معناها صاحب طبيعة بشرية وإلها سمو إلهي، زي في دانيال 7:13. هلأ الثوب الطويل هذا ثوب الكهنوت، ثوب الطويل هو ثوب الكهنوت. عشان هيك مرات حتى عنا في العقلية الشعبية لما أخوري بكون لابس بس كليرجيمان، تعرف كيف؟ ففي في هيك ختيارية وستات كبار بديش أقول عجائز ببحلقوا فيه بقولوا هذا أخوري هذا أخوري. ليش؟ لأنه ما فيش إيش؟ الثوب الطويل، الثوب الطويل يدل على الكهنوت. صح. نعم. فضل. نعم. ومنطقا عندي ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج. الشعر الأبيض يدل على القدم والخبرة. أبو جمال بقول من زمان تحتموس هل تحتموش شنو؟ أحد فراحنة مصر يعني إذا تحت موس. أي نعم، موس يعني إبل. تحت موس. موس موسى يعني إبل. رع مسيس مس مسيس يعني إبل. الأبيض كالثلج وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي. الرجل شبه النحاس تعني إيش؟ الرصانة يعني تقيل. اللي يعني عنده حكم يعني عنده قوة، عنده كيان الهيبة والوقار. مش هتك يعني، مش زي يعني زي ما بيقولوا بالسوري هات ايدك والحقني. نعم. النقي كأنه محميتان في أتون وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماض ذو حدين. هلا الكواكب، اذا المناور جمع منارة، هي في الواقع هون الكنيسة، يعني جماعة المؤمنين اللي على رأسها في كوكب، كوكب يعني نجم مش ستار زي ما تقول بالانجليزي، اللي هو اما الملاك الحارس لهي الجماعة او الاسقف. الأسقف كانوا يسموه ملاك الكنيسة الفلاني. نعم. ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماض ذو حدين. طبعا نتذكر رسالة إلى العبرانيين بتقول إنه كلام الله يدخل إلى أعماق الروح والنفس، وهو كسيف ذي حدين. ليش سيف ذي حدين؟ لأنه هو يقطع، معناه يفصل الخير عن الشر، الغث عن السمين. للي بيقبلوا كلام ربنا، زي ما كثير مرات نحكي مع الأخ عيسى مثلاً بلا زغراب الباقيين، اللي بيقبل كلام ربنا، كلام ربنا بتحول إله لحياة. اللي بيرفض كلام ربنا ينقلب عليه لهلاك. بس مش معنى كيف؟ من جهة يدين الخاطئ ومن جهة يعين المؤمن. بالضبط. لأنه مش إنه في كلام ربنا حاشا وكلا في عنصر سلبي، لا، العنصر السلبي هو رفضنا إحنا لا سمح الله لكلام ربنا، وقتها بينقلب علينا هذا الكلام. يخرج من فمه على سيف ذو حدين ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر. شايفين بحرت وين؟ هذا القسم من الآية اللي الناسخ دايما متذكره، زي ما يقولوا البجالي سي 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 بتذكرها. وين كتبه؟ لأنه كتير مرات الناسخ بكون عارف أشياء عن غاية، فإيش بكتبها، بس أحياناً ذاكرته
بتخون. وهذا فخر لنا كمسيحيين إنه ما نخاف من العلم. الكتاب المقدس ما انطبع مرة واحدة، بالنسبة لنا الكتاب المقدس ما نزل حاضر من السماء، في بشر إيش نسخوه. إذن رغم كثرة هالبشر، رغم امتداده لفترة لا تقل عن 1600 سنة غير الفراطة، نقدر نقول علميا دون ولا أي تعصب إنه هو أكثر كتاب ثبوتية في التاريخ القديم. مش لازم ننسى إنه اللغة اليونانية لسه أثبت من العبراني، يعني الأحرف اليونانية الفرق بينها إيش أوضح أحياناً من العبراني. طبعاً بديش أحكي عن لغات تانية. أنا هو الأول والآخر، الحي، وكنت ميتاً وهنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المنابر الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمنابر السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. نعم، ننتقل إلى الرسالة الأولى الفصل الثاني. تفضل. من الإصحاح الثاني. نعم. أكتب إلى ملاكي كنيسة أفسس، أولها وحدة يعني. نعم. هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشية في وسط السبع المنابر الذهبية، اللي هو المسيح. طبعا أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. إذن يجب أن نختبر البشر، خصوصاً اللي بقولوا عن حالهم إنهم مبشرين. قد يكونوا كذلك. نعم. وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. من أجل اسمي؟ فش ولا واحد من الأنبياء مع عمره قدر يقول هالعبارة من أجل اسمي أبداً، إلا من السيد المسيح. يبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. متى عشرة؟ الله يرحم أبونا منصور زيتون، تتذكروا شو كان يقول؟ هاي الآية وحدها تثبت ألوهية المسيح. يبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. فيها عنصرين: معرفة يسوع سلفا إنه كل الناس راح يبغضونا، السيخ بلاش نحكيها، واليهودي والصهيوني، ومن جهة تانية عبارة من أجل اسمي. هشام هو اسم الرب فقط. نعم. لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. هاي رجعنا لعيد الحب. ما الحب إلا الحبيب الأولي. مع أنه في ناس يقول لك لا، هو آخر حبيب. قول آخر حبيب هو اللي راح نطلوا معاه ويصفوا على العكازة وطقمس لانه وحر دبي زي ما بقول غوار يعني. إنما يمكن نقل فؤادك ما شئت من الهوى، ما الحب إلا الحبيب الأول. هلا في علم النفس والله أعلم يعني بقول لك إنه أول إنسان المرأة بتلاقي يعني تحبه فيها فعلا تحبه، أول واحد. بعده بتصير تحب الحب. هيك قول لك بعض العلماء النفساويين. طبعاً ده أنا غلبة، ما ليش دعوة. لما بقول القدس ما ليش بالفيلم يعني. أما شو ما أحلاها، تحب الحب. والقديس أغسطينوس شو بقول؟ أمابم أماري أمابم أماري،
يعني كنت أحب أن أحب وكنت أحب أن أحب. وإحنا كمان حلوين قوي حلوين فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. طيب إذا إحنا المسيحيين خصوصا إحنا أهل فلسطين مسيحية فلسطين طبعا فلسطين يعني الأردن كمان لبنان يعني هاي المنطقة يمكن هذا الحكي بنطبق علينا إنه تركنا المسيح حبنا الأول صح. مين هلأ صرنا الحب؟ وين هلأ اتجاهاتنا ولا لا؟ وين تفكيرنا؟ وين بترجح كفة الناس اللي بقولوا عن حالهم مسيحيين؟ وين حبهم؟ شو بقول السيد المسيح؟ حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يعني هذا الحكي موجه للمسيحية يعني بيعاتب فيه يعني في الكنيسة بيعاتب فيه أهل أفسس أهل أفسس وبالذات المطران يعني الأسقف. طبعا هذا كله هذه كله كمان بتدل انه المسيحيين بضلهم بشر. يعني لما احنا هلا بنقول انه قبل كنا احسن او كذا مش معناه انه قبل الناس كانوا ملائكه. تعرف كل هالختياريه الكبريه اللي هناك الله يرحم معظمهم يعني بقول الله يرحم كل الموات يعني يخلي الاحياء فيهم انه يعني ما كانوش كلهم ملائكه او ما كانش في ملائكه بس كان في يمكن قيم اكثر في تقوى اكثر بساطه اكثر محبه اكثر. فيعني هاي الرسائل بتقولنا انه في كل كنيسه في اشي حلو وفي اشي سلبي. مثلا في عند شعبنا العربي الحبيب في تقوى في ايمان صح ولا لا؟ في طيبه قلب بس بنفس الوقت بنلاقي مرات كسل بنلاقي اهمال. يا ريت لو زيادة على هالتقوى والإيمان والأخلاق والعادات والتقاليد الحلوة اللي عنا صح ولا لا؟ لما نزيد عليها أكثر وعي ومعرفة والتزام مثلا الأجانب دم أخذ عندهم التزام أكثر منا ولا لا؟ بيقول لك أنا باجي على الساعة 5 لدقيقتين بتلاقيه موجود مين ما كان يكون. احنا بقول لك باجي على الساعه 5 يعني ثاني يوم اي يوم صح يعني معناه انه هون عندهم ايش ثقافه الانجيل. شو ثقافه الانجيل؟ نعم نعم لا 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 ما زاد على ذلك فهو مشرك. تفضل دكتور اخر ايات هلا وتب واعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتيك على القريب وأزحزح منارتك من مكانها يعني إن لم تتب. يعني بده إيه؟ إنه مكانة كنيسة أفسس ترجع زي ما راح تتغير. وهذا كمان حصل في التاريخ. شو كنيسة أفسس اليوم؟ وينهم مسيحية أفسس؟ بس طبعا لسه بحكي عن الزمان القديم انه افسس فعلا فقدت ايش اهميتها من ناحيه الترتيب الكنسي. طب اظن سوريا السؤال هو في تركيا فيها المسيحيين؟ في عدد قليل جدا حتى من الارمن ظل في تركيا ارمن موجودين في اسطنبول في اقليه تجار جلد على كل حال هلا من ننهي تركيا مربحة الأرمن نعم مع الأسف يعني كل الروم الأرثوذكس اللي في تركيا يعني البلد مش الجزر يمكن بجوز 5-6,000 بس الكهنة أبوه كان 20 مليون كان 20 كيف؟ الكهنة ممنوع يلبسوا هيك لأنه أبوه يلبسوا ممنوع في بلد في أرمن في سوريا هلا في الجزر يبدو إنه في 100,000 على كل حال خلينا نخلص هالآيتين وبعدين نعاود نحكي. تفضلوا طيب
ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. أول شيء لاحظوا أنه الله ما بقول أنا أبغض النقلاويين، الله ما أبغض حدا من البشر لأن أولاده البشر حتى لما أعمالهم. النقلاويين لسوء الحظ لا نعرف شيئا عنهم سوى أنه كانوا مجموعة منشقة منحرفة من ناحية الإيمان بعيدا منكم، على رأسهم واحد اسمه نيكولا. ما بنعرف إشي، بس أنا بدي أزيد هلا من باب الفكاهة، إشي الوحيد اللي بنعرفه إنه كان بجالي لأنه اسمه نيكولا. على فكرة البجاجلة الإجبارية ما كانوش ما بقولوش نيكولا، مارم كولا، مارم كولا بالميم، مارم كولا. إذا نور كولا إذا بيجان كولا ومن سحور صوبة ومن سحور صوبة صوبة. آخر شكرا يا جماعة، شكرا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. إذن من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. إذن يا ريت لو نتصور شو ممكن تكون رسالة روح القدس لكنيسة القدس. هلا شو بيكون؟ يا ريت لو معنا أسبوع نفكر نتصور. يا ريت كلكم تحضروا لي تصور شو الروح يقوله اليوم النهاردة دلوقت لكنيسة القدس. شكرا لإصغائكم. القدس.